طيب تاني سؤال بالنسبة لل لأن لو في زوجة زوجها بيكرهها على المعيشة، هي إيه الأمر اللي كشرع يعني ممكن تتخذه؟ يعني كره المعيشة كيف يعني؟ يعني يعني هي لا تريد المعيشة معه؟ لا، هي ما عندهاش مشكلة إن هي تعيش معاه عادي، لكن هو الأمر بيضيق عليها يعني، بيضغط عليها بأمور كثيرة يعني. أنا أسأل سؤال، ما معنى يكرهها على المعيشة؟ هل المعيشة تقصدي بها المعاشرة ولا يكرهها على المعيشة معه رغم أن فهو تكرهه؟ لا يكرهها يعني، بيصعب عليها الحياة، مش المعاشرة يعني، بيصعب يعني عليها عفوا، يعني التحمل هي يعني. تريد أن هو تطلق أو تريد أن تبقى في النهاية؟ أعتقد إن هي تريد أن تعيش يعني، لكن هي الأمر بالنسبة لها بيبقى صعب عليها في التعامل، في طريقة الكلام، في الأمور يعني اللي بيضغط. ممكن تصيغي السؤال بصياغة أخرى، ما القول في زوج يسيء معاشرة زوجته؟ كذا اختصارا؟ أيوه. هذا هيثم بس. طيب بالنسبة في آيات المنافق لما تواجد مع في شخص يعني، لما الزوجة تكون بتلاحظ أمور في زوجها يعني، بتكون من الآيات يعني النفاق، هم في طب النفس بيسمونه شخص نرجسي أو ما شابه من كده. هل هي ما معنى النرجسي؟ مثلا نعم؟ ما معنى النرجسي يعني؟ آه ما معنى النرجسي؟ النرجسي لو يعني بيبقى سيطرته على الزوجة أكثر من اللازم، وده علامة نفاق يعني ولا ظلم؟ يعني هي الأمور ما بتبقاش تحت بند القوامة، لا بيبقى فيها أمور. أنا على العموم إذا وجدت الزوج حدث فكذب، وعد فأخلف، ائتمن فخان، عاهد فغدر، فهذه صفات المنافقين، لكن هذا نفاق عمل ليس نفاق اعتقاد. أعني لا يكفر به ولكن ارتكب معاصي أو كبائر. طيب نعم. طيب هي حكم ان الزوجة تلاقي زوجها مثلا فتن او ارتكب شيء من المعاصي، هل تحدثت به تأثم؟ تحدث بي على سبيل الفضيحة ولا على سبيل ايه، النصح ولا ايه؟ ايجاد حل يعني. هذه قضايا، كل قضية تنظر على حدة. طيب أنا في إمكانية أتواصل مع حضرتك بعد الحلقة؟ لا بس أنصحك تركزي معايا، لأن لست في أهل. أنت كلامك مش دقيق. أنت تكون كلامك دقيق، تكون مشخصة وملخصة السؤال تلخيص جيد. إن شاء الله. لكن كلام كثير، ما عندي كلام كثير والله، يعني تركزي أيوه على سؤالك بالضبط. طيب السلام عليكم.